السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لينا على القناة. مما لا شك فيه في الفترة الأخيرة أن أهمية التسوق الإلكتروني أصبحت في تزايد مستمر بدرجة كبيرة، عنها عن التسوق اللي أنت بتنزل تشتري الحاجة بنفسك أو تدور عليها. وده الصراحة يرجع لأكتر من سبب واضحين طبعا جليا. لو جينا نتكلم عن أهمهم، هنقول أن طبعا وتيرة ونسق الحياة في الفترة الحالية بقى سريع جدا مع المتطلبات الحياتية، والواحد محتاج يعمل كل حاجة بسرعة ومحتاج يعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت. ناهيك طبعا عن السبب الثاني المتعلق بتفشي الوباء، ربنا رب يعدي الفترة دي طبعا على خير بإذن الله ونرجع تاني لحياتنا الطبيعية. فده برضو أحد الأسباب اللي زود التسوق الإلكتروني أو خلاه الناس تفضله أكتر عن التسوق اللي هو الأوفلاين، إن أنت تنزل تشتري الحاجات بنفسك. علشان كده حبيت أتكلم النهاردة معاكو. لو أنت ما خدتش التجربة دي قبل كده، أو أنت خايف منها، أو ما جربتهاش وحابب تجربها، ايه العوامل او ايه الحاجات اللي انت تاخد بالك منها وتراعيها كويس علشان تاخد تجربة كويسة، تاخد تجربة مرضية ليك، واهم حاجة انها تكون تجربة امنة، لان انت طبعا بتحط حساباتك او بتحط بطاقة المشتريات الخاصة بيك على الموقع عشان تشتري. ففي حاجات لازم انت تاخد بالك منها وتراعيها وانت بتعمل التسوق الالكتروني ده. وفي كلامنا النهاردة يعتبر هنخص بالذكر التسوق على ثلاث مواقع، هما ثلاث مواقع مشهورين جدا سواء في الوطن العربي سواء في مصر، وانا اخترتهم مش عشان انا مثلا برشحهم عن بقيه المواقع، لا، في مواقع كتير انت تقدر تشتري منها عادي، غير كمان الصفحات اللي ممكن تتسوق من عليها بسهوله جدا. ولكن انا اتكلمت عن الثلاث مواقع دول لانهم الثلاث مواقع الاكثر شموليه، ان انت هتلاقي عليهم حاجات او مشتريات من اول الحاجات الخاصه بالسوبر ماركت لحد الاجهزه المنزليه الثقيله جدا اللي انت ممكن تشتريها من على اي موقع من الثلاث. والثلاث مواقع طبعا مش خافين عليكم، هم موقع جوميا وموقع سوق وموقع نون. الخطوة الأولى طبعا في تسوقك على المواقع دي انك انت بتنشئ حساب على اي من المواقع الثلاثة، سواء عن طريق البي سي او عن طريق الابليكيشن المخصص ليهم على الموبايل بتاعك. محتاج بس انك تراعي كذا حاجة. دايما لما تسجل حاول تسجل برقم تليفونك الرئيسي او رقم تليفون اخر، بس انت عارف ان الرقم دوت هو متاح على طول وهو رقم شغال، لان رقم التليفون ده مهم ان بيحصل معاك تواصل عليه، سواء عن طريق مندوبين الشحن او حتى ان ده الرقم اللي بيجي لك عليه كل الاشعارات الخاصة بطلباتك اللي انت طلبتها او اللي انت اشتريتها او الطلبات وهي جاية لك في الطريق، بتتتبع من خلال الاشعارات اللي بتوصلك في صورة رسائل على رقم التليفون دوت شحناتك كلها. تاني حاجة الايميل اللي انت بتحطه في الابليكيشن برضو، حاول ان هو يكون ايميل الشخص بتاعك او ايميل انت مخصصه مثلا لحاجة زي كده، بحيث يبقى معاك الباسورد، لان الميل دوت بيوصلك عليه كل الاشعارات. ممكن كمان انت بعد كده لما تحب تتواصل مع خدمة العملاء في حالة لا قدر الله حدوث مشكلة معينة او حاجة، هو ده الميل اللي انت بتتواصل معهم من خلاله وهما بيبعتوا لك عليه الردود بتاعتك. حاجة بعد كده انك انت طبعا بتضيف بطاقة المشتريات بتاعتك او رقم الفيزا الخاص بيك على الابليكيشن، فلازم تبقى متأكد قبل ما تضيفه من انك مفعل عليه خاصية الاو تي بي. والاو تي بي هي خاصية بتبقى الطبيعي متفعلة في كل بطاقات الشراء، وهي عبارة عن وان تايم باسورد بيجي لك لمرة واحدة مرتبط بكل عملية انت بتقوم بيها. بمعنى انك انت لو انت بتشتري حاجة دلوقتي من خلال البطاقة البنكية ديت، طبعا انت مسجل رقم تليفونك الشخصي في البنك، فالبنك لما بيوصلوا اشعار انك انت بتدفع على الموقع فبيرسل كود ليك مكون من 6 ارقام تقريبا على رقم التليفون بتاعك الشخص اللي متسجل عندهم، فانت بتقوم بإعادة ادخال الرقم دوت مرة اخرى على البرنامج علشان يخصم الفلوس. فدي حاجة بتديك امان اكتر، لان هو ربط الموقع بيك انت شخصيا برقم تليفونك اللي انت مسجله في البنك بالبنك. يفضل كمان لو انت عامل بطاقة مشتريات خاصة بالمدفوعات الالكترونية بس بحساب منفصل عن حسابك الرئيسي اللي انت محتفظ فيه باموالك، لان هنا انت بتقدر تتحكم في كمية الاموال اللي موجودة في البطاقة ديت، وتحسبا لانك انت برضو تكون ما عندكش مثلا خبرة في الشراء الالكتروني او بتشتري من مواقع اجنبية وخايف انك انت تكون في بند في الشراء ما فهمتوش او حاجة يخصموا من خلاله اموال ازيد او كده، لا، انت بتحط فيها المبلغ اللي انت هتشتري بيه او مبلغ السلع اللي انت هتشتري بيها، وبعد كده تقوم بالدفع بيه على الانترنت، فهي برضو بتوفر لك امان اكتر من انك انت تستخدم البطاقة بتاعتك اللي فيها كل فلوسك. الحاجة الثالثة برضو اللي انا حب انك انت تعملها دايما لما تكون بتشتري حاجة عن طريق الانترنت، انك انت دايما تقارن المنتجات قبل ما تشتريها. يعني انت شفت سلعة معينة او شفت جهاز على موقع وحابب تشتريه، لازم تعمل مقارنة ما بين مواصفاته اللي الموقع ذاكرها والمواصفات بتاعته على الموقع الرئيسي للسلعة او للمنتج دوت.
وليه بقول لكم تعملوا كده؟ لان في منتجات ساعات بيبقى فيها اكثر من اصدار بنفس الشكل، والموضوع ده بيتضح معانا بدرجة كبيرة في التلفزيونات. انت ممكن تكون حابب تشتري تلفزيون من شركة معينة، الشركة ديت منزلة اكتر من 3 تلفزيونات اصلا هم نفس الشكل ولكن اسعار مختلفة، فانت ممكن تشتري تلفزيون وتشوف انه عليه تخفيض معتقدا ان هو التلفزيون الغالي اللي انت كنت عايز تشتريه دوت. فبتفرق في حاجات بسيطة، بتفرق في ريزوليوشن مثلا، بتفرق في عدد مداخل في التلفزيون، بتفرق في درجة وضوح الوان. فدايما تقارن ما بين المواصفات اللي مكتوبة على الموقع الرسمي والمواصفات بتاعة المنتج اللي انت هتشتريه، وتاخد بالك من المعلومات الإضافية طبعا اللي بتبقى مكتوب فيها اذا كان هو في ضمان محلي ولا لا وخلافه. لازم برضو تتأكد من حقيقة الخصم اللي بيبقى التجار حاطينه على السلع بتاعتهم على الموقع. بتلاقي طبعا كتير يقولك الحاجة دي بقت ب200 جنيه بدل 1000 جنيه، الحاجة دي النهاردة ب50 جنيه وهي اصلا ب300 جنيه. مش كل الخصومات دي بتبقى حقيقية، عايز اقول لكم ان بنسبة 90% مثلا بتبقى وهمية و10% هي الحقيقية. تتأكد من كده ازاي؟ عن طريق برضو انك انت تبحث دايما عن المنتج اللي انت هتشتريه وتشوفه موجود على المواقع المختلفة بسعر كام، وهل ده فعلا صفقة حقيقية انت تروح تشتريها ولا لا. زائد ان في مواقع كمان بتحلك خاصية انك انت تتتبع المنحنى بتاع سعر المنتج في خلال فترة كبيرة، زي موقع كام بكام او موقع زي ايجي برايس اللي هو برضو بيخليك تعرف سعر المنتج في اكتر من موقع او اكتر من مكان، بحيث تقدر تعرف برضو ساعتها هل هو ده تخفيض ولا هو ده سعره الطبيعي من الاساس. وانت بتقارن السعر برضو حاول تقارن السعر داخل الموقع نفسه، يعني انت بتشتري من سوق.com دلوقتي ولقيت منتج سعره سي مثلا 1000 جنيه، دايما تحت المنتج من تحت بيبقى موجود ان هو موجود نفس المنتج عند اكتر من تاجر بسعر يبدا من كذا. خش دايما بص عند التجار دول، شوف الاسعار بتاعه نفس المنتج بكام، بس طبعا تتاكد من الحاجات اللي هي زي الضمان وخلافه، لان ساعات بيبقى فيه تاجر او بيبقى سوق نفسه عامل عرض على منتج وبقيه التجار مش عاملين، فانت ممكن تقتنص السعر الاقل من خلال انك انت تبص في الخانه ديت. بعد كده وانت بتشتري، ودي نصيحه يعني، يفضل دايما انك تشتري المنتج اللي بيتباع عن طريق الموقع نفسه، اللي انت تشتري المنتج من المتجر الرسمي بتاع الموقع. انت مثلا بتشتري من سوق بيبقى فيه حاجات سوق نفسها هي اللي بتبيعها، انت بتلاقي في خانه البائع سوق، او بتلاقي في خانه البائع نون لو نون، او بتلاقي في خانه البائع جوميا لو على جوميا، واغلب المنتجات دي بتكون مدعومه في الشحن المجاني سواء جوميا اكسبريس سواء نون اكسبريس. فدي طبعا بتبقى ميزه تانية كمان اضافيه، مع انك انت لما بتشتري حاجه من الموقع راسا بتبقى مضمونه اكتر ان لا قدر الله في حاله حصول مشكله بيعملوا لك ريفاند او يرجعوها على طول وبتسترد فلوسك بسرعه. ده طبعا ما يمنعش انك انت تشتري من اي تاجر تاني بيبيع على الموقع، ولكن بتراعي كذا نقطه مهمين. دايما قبل ما تشتري من بياع معين على اي موقع من الثلاثه، دايما تخش تشوف التقييمات بتاعته ايجابيه ولا سلبيه، تشوف عدد التقييمات نفسه قد ايه، لان دوت بيديك برضو مدلول ان البياع ده بقاله فتره كبيره على سوق.com. تشوف التقييمات بتاعه جوده المنتج دوت عنده ايجابيه ولا سلبيه، زائد التقييمات الخاصه بالتوصيل بتاعه سريع ولا مش سريع، لان انت ممكن تكون محتاج تشتري حاجه علشان تعمل بيها حاجه مهمه ضروريه فمحتاجها بسرعه، لكن البياع ده ما يكونش بيوصل بسرعه، بيكون بيوصل بعد 4-5 ايام، فالشراء منه مش هيبقى مجدي بالنسبه لك قوي. في بعض الحاجات العامه برضو الخاصه بالثلاث مواقع انك انت ممكن تحطها في الحسبان برضو وانت بتشتري. لو انت عايز تستفيد من ميزه الشحن المجاني، لان طبعا ساعات الشحن رسوم الشحن تبقى كبيره خصوصا لو انت موجود في محافظه بعيده او حاجه، فدايما تتاكد ان كل السلع اللي انت شاريها مشموله في الشحن المجاني دوت، مفيش سلعه فيهم بره، علشان ما تجيش بعد لما تنفذ الطلب تلاقي ان في رسوم برضو اتضافت عليك علشان منتج واحد ما كانش مشمول في الشحن المجاني. تابع دايما العروض اللي بتعملها بطاقات الائتمان الخاصه بالبنوك المختلفه او وسائل الدفع بالبنوك دي زي الاهلي او السي اي بي او مصر او غير البنوك، يعني وسائل الدفع طبعا المختلفه زي فوري وجوميا باي وفاليو. ان كل شركه او كل بنك او كل وسيله من الوسائل ديت ساعات بتحط عروض كويسه جدا، سواء بتخفيض على السعر الاجمالي بتاع المنتجات اللي انت بتشتريها من خلالهم، او كاش باك بيرجع لك بعد لما تتم عمليه الشراء، او في بعض الاحيان تقسيط على مده طويله 6 شهور او سنه بدون فوائد نهائيا. لما ما يكونش فيه تخفيض او حاجه تخليك تدفع بوسيله دفع الكتروني من الحاجات اللي احنا قلناهم سابقا، حاول تدفع عند الاستلام، وخصوصا لو انت بتشتري كمان من بياع انت مش متاكد من تقييماته قوي، فعشان تبقى بس مطمن اكتر
ادفع عند الاستلام وما تدفعش بالبطاقة البنكية بتاعتك. دايما المنتج اللي جايلك من الموقع بعد ما تستلمه، حاول وانت بتفتح المنتج دوت او السلعة صور بالموبايل بتاعك بس فيديو صغير وانت بتفتح المنتج عادي، بيبقى برضو في صالحك لو انت مثلا استلمت سلعة مغايرة اللي كانت على الموقع، او انت مشتري حاجة بجودة معينة وجات لك مش بالجودة دي خالص، او لقيتها مفكوكة او تلفة، فده بيفيدك برضو ان يبقى معاك حاجة تأكد كلامك اللي انت بتقوله. بس طبعا يعني انا مش عايزك تقلق، لان المواقع بترجع المنتجات عادي مفيش مشاكل، بس احنا بنقول علشان تبقى الحاجة اكتر امان وابقى مطمن اكتر. دايما لما تشتري منتج قوم بتجربته وافحصه كويس جدا. انت معاك طبعا فترة حوالي 14 يوم على خلاف الاجازات متهيألي والاسبوعية او الرسمية حتى. فدايما في المدة دي افحص الحاجة اللي انت جبتها كويس جدا، استخدمها بشكل مكثف، ما تجيبش الحاجة وتركنها في الكرتونة بعدين ترجع تفتحها بعد مدة كبيرة تلاقيها بايظة، تيجي تعمل طلب استرجاع يقولك لا ما ينفعش نعمل استرجاع دلوقتي. ريح دماغك من كل المواضيع دي. لما تشتري الحاجة اقعد جربها كويس جدا 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 علشان تبقى مطمن ان هي نفس الحاجة اللي انت كنت عايز تشتريها والجودة بتاعتها كويسة. دايما لما تيجي تحط تقييمات للمنتج ما تحطش تقييم للمنتج اول ما انت تشتريه مثلا ولا حاجة، لكن حط تقييم للمنتج اللي انت اشتريته بعد فترة الاستخدام، علشان غيرك برضو من الناس اللي بتخش يبص على التقييمات دي يستفيدوا، سواء كان البايع كويس او المنتج كويس او عكسه. في حالة ما انت طبعا استلمت زي ما قلنا الطلب او المنتج ولقيته لا قدر الله في مشكلة او بايظ او حاجة زي كده، يعني اعمل على طول طلب استرجاع من على الموقع او من على الابليكيشن. وزي ما وضحنا طبعا علشان كده قلت لك دايما تتأكد من بياناتك اللي انت حطيتها بشكل كبير، لان انت هتبعت ميل او هتكلمهم على خدمة العملاء، فالردود كلها بتجيلك على الميل بتاعك وبتجيلك في شكل رسائل على رقم الموبايل اللي انت مسجله. بعد لما تعدي مدة الاسترجاع بقى خلاص وانت اشتريت المنتجات واتطمنت لها وحطيت تقييمات ايجابية للبياع، عايزك برضو انك انت تراسل الموقع مرة تانية لو انت شاري اجهزة مثلا الكترونية او اجهزة منزلية او حاجات من اللي هي بيبقى بتطلب فاتورة ضريبية في الضمان، انك انت تراسل الموقع وتطلب منهم الفاتورة الضريبية ديت عن طريق انك انت تبعت لهم الرقم بتاع الطلب بتاعك وبتقول لهم انا محتاج الفاتورة الضريبية ديت. طبعا الموضوع سهل جدا، بيبعتوا لك الفاتورة الضريبية بسرعة سواء على الميل، وساعات بيبعتوها مع مندوب او حاجة، حصلت معايا مرتين في جوميا. لكن سوق بالنسبه لسوق بيبعت الفواتير على الميل على طول، ودي انا شايفها حاجه اسهل يعني واسلس، وبيبعتوا لك الفواتير ساعتها بسرعه مفيش مشكله، وخصوصا لو انت شاري من المتجر الرسمي بتاع الموقع زي ما قلنا. وفي النهايه اتمنى ان انا اكون وضحت لكم اهم النقط اللي انت محتاج تراعيها وانت بتشتري من على اي موقع من الثلاثه دول، واتمنى برضو انكم تشاركوني برايكم في التعليقات، ولو ليكم تجارب ايجابيه مع مواقع تانية او تجارب سلبيه لا قدر الله ممكن تشاركونا بيها في التعليقات برضو علشان كلنا نستفاد وناخد بالنا منها. واتمنى انكم تدعموني بلايك وشير لو الفيديو عجبكم علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. كان معاكم خالد سامي، اشوفكم على خير في فيديوهات قادمه لينا ان شاء الله، مع السلامه.